الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. قال وزير التجارة الحالي علاء الجبوري إن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي ل23 يوما فقط. وأضاف الجبوري أن المخزون يكفي حتى انطلاق الموسم التسويقي في الأول من نيسان 2022، وأبين أن الوزارة تبحث عروضا تلقتها من شركات أمريكية وأخرى ألمانية للتعاقد على شراء القمح. هذا وأعلن جمعية مصدري الحبوب والبقول والبذور الزيتية التركية أن العراق جاء على رأس الدول المستوردة للحبوب والبقوليات التركية في شباط. وقال رئيس مجلس الجمعية حسين أرسلان إن الجمعية حققت صادرات بلغت 181,700,000 دولار في شباط من تصدير الحبوب والبقوليات والبذور الزيتية، بزيادة قدرها 74% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشار أرسلان إلى أنه مقام بالتصدير إلى 126 دولة ومنطقة حول العالم في شباط الماضي، مبينا في الوقت نفسه أن العراق جاء أولا بأكثر الدول استيرادا لهذه الحبوب، تليها لبنان وأفغانستان. ولفت إلى أن الجمعية تشعر بالقلق من الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما أهم موردين للقمح وزيت دوار الشمس الخام. في هذه الأثناء انتعشت أسعار النفط بعد أن قال العراق والإمارات إنهما ملتزمان باتفاق كبار المنتجين لإضافة 400,000 برميل يوميا من الإمدادات شهريا، بعد ساعات من قول سفير الإمارات في واشنطن إن بلاده تفضل زيادة أكبر. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 3 دولارات بعد فترة وجيزة من الافتتاح، وتم تداولها على ارتفاع وصل إلى 3.45 دولار عند 114.59 دولار، كما ارتفعت أسعار الخام الأمريكي أيضا بمقدار 1.68 دولار إلى 110.38 دولار. وقالت شركة سومو العراقية إن الزيادات المبرمجة من أوبك كافية لمعالجة أي نقص قد يحدث في الإمدادات. أعلنت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي كارمن راينهارت إن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قد يفاقم مخاوف الأمن الغذائي القائمة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد يؤدي إلى تنامي الاضطرابات الاجتماعية. وقالت راينهارت إن انعدام الأمن الغذائي كان جزءاً من قصة الربيع العربي، مشيرة إلى أن الانقلابات الناجحة والفاشلة منها زادت في العامين الماضيين، متوقعة أن تؤدي الزيادات المفاجئة في أسعار الغذاء إلى اضطرابات اجتماعية مثل ما حدث في 2007 و2008 ثم مجدداً في 2011، عندما ارتبطت أحداث شغب في أكثر من 40 دولة بارتفاع أسعار الغذاء عالمياً. متابعة شيقة مع أسعار العملات. إلى اللقاء.